مثل كل نهار سبت الفقرة ما قبل الأخيرة أو آخر فقرتين لليوم بيكونوا مع شيف ورشة ملح، فمننتقل على المطبخ مع شيف حسين محمد. سوري. صباح الخير عن جديد. نحن مثل ما عملنا قبل شوي عملنا ميكس الكريب، هلا رح نعمل نحن وياكم. عملت أنا هون كريب، هلا رح نعمل كمان، تركت أنا شوية ميكس رح نعمله نحن وياكم، ونرجع ننتقل للحشوة التفاح اللي بدنا نسويها للكريب. مثل ما قلنا هيدا الكريب تاع التفاح اسمه كريب نورموند. هون حنحط من ميكس الكريب، ما حنكتر كثير عشان ما تطلع سميكة، ورح نرجع نوزع على المقلاية، رح نخليها تستوي لحالها. نحن هون عنا الزبدة، السكر، الزبيب والقرفة والتفاح، حنحطهم على النار كمان بالمقلاية مثل ما شايفين. نحن المقادير عم تمرق معنا على الشاشة. رح جيب الزبدة حطها على النار، حولع تحته، بهالشكل ما حقوي كتير انا على النار عشان ما تحترق معنا. اوكي، ححط الزبدة، السكر، الزبيب والقرفة، حطيتهم كلهم سوا على النار، بيبقى عنا بس تفاح. التفاح اهم شيء ما يكون عندنا التفاح الحامض اللي طعمته كثير حامض قويه، لانه ما حتطلع معنا كثير طيبه. يفضل نستعمل التفاح الاحمر، هو اطيب شيء بهذا الميكس اللي نحن عم نسويه. هون حندوب الزبده شوي مع الزبيب والقرفه، حنرجع نحط التفاح مثل ما شايفين مقطعينه نحن بهالشكل. اكيد فينا نقطع ارفع وفينا نقطع اسمك حسب حجم الكريب اللي نحن عم نسويه. هون عندنا الكريب صار فينا نقلبه. مثل ما شايفين كثير مهم تكون المقلايه منيحه عندنا عشان ما تلزق الكريب ونضيع وقتنا فيها ويروح الميكس كله للكريب. انا حقلبه بهالشكل. هون دابت عندنا الزبده، حنحط فوق منها تفاح، رح نخليهم لحتى يستوى مضبوط. حيصغر عنا هون شوي حجم الحبة تاع التفاح. مثل ما قلنا فينا نحط جوز، فينا نحط صنوبر، لوز، فستق، شو ما بدنا فينا نحط. اوكي، هون عندنا الكريب صارت جاهزة. إذا بدنا نعرف كيف خلصت نقلبها بالشكل. رح نعمل بعد وحدة، فينا ندهنا زبدة، فينا ندهنا زيت، بس أنا ما هكتر كثير لأنه هيدي المقلية منا بحاجة لكثير زبدة. هالشكل. اوكي، هون بدنا نقلب شوية تفاح. بتمنى هيدي الكريب تتقدم سخنة. والقرفة مع التفاح كتير طيب. فينا مرة كمان عملنا كريم شانتيه نحن خفقناها مع قرفة، كمان فينا نزين وجه الكريب بالكريم شانتيه بس تخلص، كمان بتطلع كتير طيبة.
نحن حنزينها بس سكر بودرة، وحنحط عليها شوي ميكس من هذا اللي عم نسويه. هون عنا الكريب كمان صار فينا نقلبه. هذا الشكل رح نعمل كمان ميكس التشيز كيك. ميكس التشيز كيك نحن بحاجة لصفار بيض، بحاجة لكريم وجبنة وقطر يلي هو عبارة بس عن مي وسكر. السكر نحن رح نغمرهم بس بالمي، ما حنكتر كتير بهالشكل. غمرنا السكر بالمي ورح نحطهم على النار ليصيروا حرارتهم 121 درجة، ونحطهم فوق الصفار يلي نحن حنكون خافقينه، ونتركهم ليبردوا. نرجع منحط فوق منهم الجبنة والكريم يلي بنكون كمان خفقناهم نحن قبل بوقت. اوكي، هلا انا ححط هون على المكنة الجبنة البيضة وراح احط فوق منها الكريم. هذا ميكس تشيز كيك كثير هين وكثير طيب. مثل ما انا ما حطيت له جيلاتين، لانه جيلاتين فينا نزيد جيلاتين اذا بدنا نعمل قالب تشيز كيك. نحن مش رح نعمل قالب تشيز كيك، نحن رح نعملهم شوتس. هذه الكريب هون صارت جاهزه. هلا حنحط التشيز كيك القطر تاعه على النار، وحنحط نحن هون الكريم والجبنة نخفقهم. بدنا ننتبه شوي بس نحط لهم. بدنا نخفقهم ليشدوا معنا مزبوط. ما بياخذوا كتير وقت لانه الكريم فيه بقلبه جبنه. هون عنا ميكس التفاح صار جاهز، حنطفي تحته وحنحطه بقلب صينيه ليبرد مزبوط بهذا الشكل. حنحطه على جنب نحن لهذا الميكس. هذا عنا الكريب هون جاهزة، وعنا هون السكر والمي للتشيز كيك. هون عنا الجبنة، بيبقى عنا بس صفار البيض. مثل ما شايفين فينا دغري نحط نحن صفار البيض فوقها بلا ما نغسلها، لانه رح نرجع نحن نخلطهم مع بعضهم. مثل ما شايفين هون صار عندنا ميكس الكريم، عندنا اياه صار سميك. هلا حنحط، حنفضل الكريم بقلب جاط، وحنرجع نحط صفار البيض ونخفقه بيكون خلص معنا السكر. هون مثل ما قلنا جبنه وكريم خفقناهم مع بعضهم، ما بتاخذ كثير وقت لانه في بقلبها جبنه. هلا حنحط هون صفار البيض بالمكنة. مثل ما قلنا هي ذات المكنة ما بيأثر. حنحط صفار البيض
صفار البيض هون رح ينسلق معنا بالقطر يلي نحن بدنا نسويه. مثل ما شايفين هون عندنا هون القطر بلش يغلي بطريقة كتير سريعة، شوي شوي حيبطأ ليصير حرارته 121 درجة. رح نحطهم فوق الصفار ونضل عم نخفقهم لحتى تبرد، رح نرجع نزيد فوق منهم الكريم يلي عملناها يلي هي كريم وجبنة. هون عنا ميكس تفاح برد، حنعمل الكريب بهذا الوقت، حنحط حبة الكريب بهذا الشكل، حنحط بقلبها الميكس، هيدي اسمها كريب نورموند. هذا الشكل رح نسكرها هيك وبهالطريقة ونحطهم على الصينية ونفوتها على الفرن، ما هتاخد معنا كتير وقت بقلب الفرن، بدها تقريبا 5 دقايق. هون عنا القطر صار جاهز، صفار البيض عندنا كمان صار جاهز، ححطهم بهالطريقة دائما على طرف المكنة. هلا سوري حاترككم يضربوا مزبوط ويرجعوا يبردوا. بهالوقت نحن رح نعمل هون الكريب، فينا نحط قرفة قد ما بدنا وفينا نخفف إذا ما بنحب كتير القرفة أو حسيناها قوية، فينا نخفف كمان كمية، واللي ما بحب زبيب كمان بنرجع بنقول بيقدر ما يحط زبيب، بحط جوز، الجوز كتير طيب كمان مع التفاح. هالشكل حنسكرها بهالشكل، نرجع نسكرها هيك وحنرجع نفوتهم على الفرن، بيطلع معنا بعد بيطلع مثل ما قلنا. هيدا عجينة الكريب يلي عملناها، هيدي بتزبط للدسير وبتزبط للأكل مش بس للدسير. فينا نحط على وجهها سكر بودرة ومنفوتها على الفرن، بصير عنا سكر البودرة بيتحول لكراميل بقلب الفرن وبيعطي طعم كتير طيب مع التفاح. حنحطهم تقريبا 5 دقايق. عنا هون صفار البيض كمان صار جاهز، حنحط الكريم شوي شوي فوق منه على كذا دفعة. ياخذوا بعضهم هنحط الدفعة الثانية. بهالشكل. هلا حنرجع نحط الجبنة كلياتها كل الكمية وحنضربهم مزبوط، نرجع نحطهم بالبراد لتسقع.
هاي تشيز كيك صارت عندنا جاهزة. أنا عملت كمان كريم شانتيه، خفقت كريم شانتيه لنزين فيها التشيز كيك، وعندنا كمان هول الفروت يلي بدنا نزين فيهم التشيز كيك والكريب اللي حنسويها نحن بعد بريك مباشرة. ترون